سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله الكبيدات، كيف ما كتشوفوا معايا غادي نمشيو للكاكي البنات. كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا هاد الشجره هذه واش فيها، ولا ندوزوا للجهه الاخرى عند الشجره الاخرى. شوفوا باش نوريها لكم، راه هي كاينه ما تبانش مزيان. المهم الكبيدات ها نتوما، ها هي كنت تبارك الله عاليه. هذه غادي ندوز من الجهه الاخرى، الجهه الاخرى عندها العرش قرابي. شوفوا معايا، شوفوا تبر انتما غادي نوريكم. طيب طيب البنات شوفوا معايا انتما. مهم الكبيدات، غادي ندي الكاكي اللي كيكون طايب مزيان اللي غادي نحتفظ به في المجمد او الفريكو، وغادي ندي واحد شويه ديال الكاكي اللي يكون باقي شاد في راسو. هذاك البنات اللي غادي نجفو او نشفو كيف ما كتشوفوا معايا. المهم البنات كي قلت لكم غادي نشف واحد شويه ديال الكاكي، ما كيبغيش يكون هكا طيب بزاف، ما تيبغيش يتشد لكم حتى تقطع، ما تيبغيش يتقطع، خصو يكون شويه باقي شاد في راسو. وهذا الطايب البنات كيف ما شفتوا معايا راه كاع طايب بزاف. هذا غادي نديرو في بلاستيكات ولا في طويصه ونحتفظ به في الفريكو. وانتم معايا الكبيدات حتى ان شاء الله نكمل. مهم انا غادي ندور الجهه الاخرى وانتم معايا. وهنا كيف ما كتشوفوا الكبيدات غادي ناخذ كي قلت لكم واحد شويه يكون ما طايبش مزيان، وشويه اللي كيكون طايب البنات راه غادي نحتفظ به في الفريكو. هنا الكبيدات كيف ما شفتوا معايا، هنا كاين واحد الشجره فيها الكاكي كبير وواحد الشجره فيها الكاكي غير صغير، ولكن تبارك الله ناسل طايب. انا غادي نوريه لكم كيف ما غادي تشوفوا معايا. المهم وانتم معايا من بعد ما نساليو ان شاء الله. هنا معايا ولدي ما بغاش يبان في الحقيقه. المهم احنا تنقطعوا شويه ديال الكاكي ومن بعد ما غنساليو. هنا شوفوا هنا خديت البانيوات البنات باش ندير لهم داك الكاكي الصغيور باش ما نحطش وحده على وحده، فهمتوا، ومن تيكون طايب صافي. هنا البنات ومهم وغادي نعمر واحد الطاسه اخرى حتى هي كيف ما غادي تشوفوا معايا. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما غادي نكملهم، ونتلاقاو ان شاء الله.
وهنا الكبيتات كيف ما شفتو معايا، من بعد ما جيت للدار خديت غير هادو اللي شويه باقي شادين في راسهم كيف ما شفتو معايا. غادي نقطعهم. صراحه الناس بغاو القطعه ديال البطاطا، يعني اللي كتخرجوا بها بطاطا هكا دوائر، ولا البصله وتجي رقيقه بزاف. هنا البنات انا صراحه ما عرفتش حتى فين حاطاها كبيداتي. هنا خديت غير الموس ديال الخبز، داك الموس المسنن، ولكن ماضي صافي هو باش قطعت. درت هذوك الدوائر على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا، رقاقين البنات، حاولوا ترقوا. قلت لكم الا كانت هذيك الماكينه باش تخرجوا بطاطا، او الحكاكه باش تخرجوا بطاطا، راه تجيبوا معبار واحد، يعني ما تحتاجوش نهائيا تبقاو تضربوا هكا في تماره، صافي هي كديروا تتخرج لكم عبار واحد. كبيدات نكملهم ونستفهم كيف ما شفتوا معايا، ولا فيها شي ضريبه حيده. كي قلت لكم هذا الشيء كامل اللي هنا طبيعي، يعني ما كاين لا دواء لا حتى شي حاجه، واخا كتكون فيه بحال شي ضريبه ولا شي حاجه عادي تتحيد وصافي، حيت كي قلت لكم ما مداويش. الكبيدات دخلتهم الفران وخليتهم ساعتين، ساعه ونص كيطيبوا على الفوق والتحت، يعني طوال تحت وطوال الفوق. وكي قلت لكم مره مرات تنمشي كنقلبهم. من بعد بقات غير ديك نص ساعه باش كملوا ساعتين، طلقت عليهم الفرفاره وخليتهم. من بعد البنات ساعتين خرجتهم. بالنسبه كي قلت لكم الا درتوا لهم ديك التقطيعه بالقطع ديال البطاطا راه تيجيو رقاقين، ما ياخذوش لكم هذا الوقت. وكنقولها لكم تنعاودها لكم، فران تيختلف على فران. بالنسبه كي قلت لكم خداو لي ساعتين صافي، خرجتهم البنات من بعد ساعتين ديال الطياب في الفران والفران ديال الضو، خرجتهم. الغدا البنات مني ساليت الخبز، يعني خبزت وساليت وطفيت الفران، دخلتهم الفران، عاودت رديتهم الفران هكاك بالطاوات ديالهم وخليتهم فيه حتى برد الفران صافي، وجبدتهم البنات. كيجيو البنات طوب رائعين، وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم. ان شاء الله تجربوه من الاعجاب ديالكم، وان شاء الله باقي غادي نشارك معكم بزاف ديال الطرق والكبيدات. بالنسبه للكاكي الاخر اللي جبتو طايب، انا قد غسلته وقطعته ودرته طريفات وخبيته في الفريغو، ان شاء الله حتى نحتاجه البنات، ونبقى نديرو عصير مع الليمون. وبالصحه والراحه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش من التعليق ديالكم اللي كتفرحني وكتزيد قناتي القدام. ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا، وكنبغيكم وكنموت عليكم.